الصورة دي الأحمر فيها بسم الله ما شاء الله، الأحمر فيها كتير قوي قوي، 42 مرة سجل أبطال الدوري المصري، 42 مرة، 42 مرة. ويا عالم ايه اللي هيحصل في الثلاث ماتشات القادمه، هل يستطيع النادي الاهلي ان يفوز ولا لا؟ مش عارفين، هيبان. لكن مره ثانيه ارجو من اداره الكوره في النادي الاهلي ان شاء الله ان يكون هناك بعد نهايه هذا الدوري ان يكون هناك تكريم لكل هؤلاء اللاعبين والجهاز الفني على كل المجهودات اللي عملوها خلال الفتره السابقه. الحقيقه كل المجهودات عن يا عم اسلام، والكلام اللي انت بتقوله ده يعقل؟ عارف ليه حضرتك؟ لانه أنا عارف أخطائي كإدارة كورة وكجهاز فني وكلاعبين. في لاعبين أنا بكلمهم امبارح بعد الماتش، الناس بتعيط بدل الدموع، مش عايز أقول لكم، مش عايز أقول لحضراتكم، بس إحنا حاسين يعني لعيبة الكورة يشوفوا الموضوع ده أكتر. أنت حاسس إن هما في الملعب الله يكون في عونهم. شفتوا حضراتكم عدد المباريات اللي لعبها لعيبة النادي الأهلي لغاية دلوقتي كام؟ كل الماتشات دي من يوم 27/11 لغاية النهاردة بتلعب في 6 بطولات. حضرتك كجمهور النادي الأهلي كل شهرين كنت بتبقى مبسوط، كل شهرين كنت بتبقى مبسوط. ليه؟ لأن عندك لعيبة رجالة ولعيبة مقاتلة ولعيبة بتستنى وهتنتظر لغاية آخر وقت وهتبذل أقصى مجهود يقدروا يبذلوه. ولكن غياب العدالة التحكيمية وغياب المسؤولية في المنظومة الرياضية أعتقد أن ده مودينا في حتة صعبة جدا جدا جدا. عشان كده النادي الأهلي فاض به الكيل، فاض به الكيل خلال الفترة اللي فاتت. أكتر نادي في مصر، في العالم كله الحقيقة، لكن في مصر بيساند التحكيم المصري،